السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك اخويا عامل ايه؟ السلام عليكم. والله انا ليا طلب عندكم بس شكلهم كده فيكم المروءه وناس طيبين ومحترمين. تمام. انا اصلا مش من هنا، انا من فيصل، وصاحب الشقه طردني انا ومراته ومش لاقيين مكان نبات فيه بقى لنا 4 ايام، فانا حاسس ان المكان بتاعك واسع قوي. هجيب بس مراتي وابني ننام هنا بس للصبح ونمشي على طول. ابوس على ايدك، فارجوكم اقفوا جنب من وجه الله عشان خاطر يا معلم، عشان خاطر يا باشا. الله يبارك فيك. مش ايدك احنا مش لاقيين مكان فيه. خد يا ابو محمد، خد يا ابو محمد. عليكم وحركه جديده من برنامج الجايزه المين. معنا ضيف هنساله 3 اسئله ونجاوب هياخد 200 جنيه. نتعرف عليك. خالد جمال احمد. خالد جمال، اهلا وسهلا بيك. هنسالك 3 اسئله يا جمال، ولو جاوبت عليهم هتاخد 200 جنيه. خالد، محمد صلاح لعيب الكوره عارفه؟ اه عارفه. طبعا فيش حد في الدنيا دي ما يعرفش محمد صلاح. بيلعب في نادي ايه؟ منتخب مصر. بيلعب في منتخب مصر. هو فعلا محمد صلاح بيلعب في منتخب مصر، وقبل كده كان في نادي الحبانيه اول ما طلع، مش كده؟ ايوه. وبعد كده راح نادي السكه الحديد. فعلا اجابتك صحيحه. طيب محمد صلاح ما بيلعبش في نادي تاني؟ هو فعلا كان طلع من نادي الحبانيه على المنتخب على طول. طيب ميسي بيلعب فين؟ طبعا تقول لي في مناخير وبقى والحركات دي. ميسي بيلعب في الارجنتين. فعلا كان بيلعب في المركز الشباب الارجنتين وربنا كرمه وبقى لعب في الفريق الكبير. طيب زين الدين زيدان بيلعب فين؟ ها هتيجي البرازيل. فعلا 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 خالد زين الدين زيدان كان بيلعب في البرازيل، وقبل منها كان بيلعب برضه في نادي التوفيقيه بتاع فرنسا وربنا كرمه وراح البرازيل. فحبيبي انت مبروك عليك، كسبت معانا 200 جنيه وبنقول لخالد الف الف مبروك. ونسمع زغروطه كبيره قوي. انا بذاكر الزغروطه. بنسمع زغروطه كبيره عشان خالد. نقول لك الف الف مبروك يا خالد. تعمل ايه بالمبلغ ده بقى؟ اشبع نفسي واجيب كباب وكفته ولحمه واهيص على عيالي. طب والباقي هتعمل فيه ايه؟ خالد دمه خفيف جدا. ال 200 جنيه هيشيل. يا خالد يا حبيبي، ده اللي جابك هنا. ازيك يا خالد؟ عامل ايه؟ مبروك. انا احمد سيد اللي كنت معاك في سلسله 7، كنا في السجن سوا في سلسله 7. مبروك صاحبك كسب 200 جنيه. مبروك عليك يا حبيبي، الف مبروك. ازيك يا استاذ؟ عامل ايه؟ يا عم انا سلسله 7 مع بعض. هم حرامي فعلا؟ لا لا لا. من شغلانته؟ اه مش ده المعلم بتاعي ده اللي كان بيعرفه. ده كان يرسم يا استاذ الخطه. لا لا لا. ونجيب اتخن حاجه من اي عماره. انا مش حرامي. غسالات وثلاجات فيها يا خالد. لا انا مش حرامي. هتسلم مني يا خالد. اه مش حرامي. استنى استنى طيب. استنى 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 مش عيب تبقى انت كنت حرامي وربنا كان عليك. لا انا مش حرامي. لا ما دخلتش السجن ولا اعرف. عايز اعرف هرب امتى؟ هرب امتى؟ هرب امتى من السجن؟ ما دخلتش انا السجن. لا انت من السجن بتطلع مني؟ لا 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 حرامي حرامي. احمد محمد، اهلا ومرحبا بيك يا حبيبي، وان شاء الله كسبان كسبان معانا. هم سؤالين وسهلين، حاجه تخص تاريخنا، حاجه تخص المصريين. مين اللي بنى الهرم الاكبر؟ ملك خوفو. الملك
خوفو، فعلا اللي بنى الهرم الاكبر الملك خوفو. طيب هل تعرف اسم المقاولين اللي عملوا معاه الهرم؟ لا ما تعرفش اسم المقاولين اللي عملوا معاه الهرم. لكن على العموم هو فعلا كان برضه الفراعنه بياخدوا اعمال من الباطن كانوا بيبنوا بيها برضه زي اي شركات عاديه. طيب مين اللي طرد الهكسوس؟ الملك احمس. الملك احمس، برافو عليك، واضح ان انت بتذاكر التاريخ كويس. طب تعرف مين كان قائد الجيوش بتاعك او وزير الدفاع مثلا؟ كان بيستعمل اسلحه ايه يعني؟ كان بيجيبها منين مثلا؟ ما كنتش عارف. على العموم انت اجابتك صحيحه، هنعتبر ان الاجابه اللي انت قلتها صحيحه ونقول لك مبروك يا احمد 200 جنيه. وعايز هتعمل ايه بقى بال 200 جنيه؟ يعني هتعمل ايه بالمبلغ ده يعني؟ حماده حبيبي احمد، حماده ده مبروك الف مبروك صاحب زميلي حماده، ده كفاءه كان معايا في زنزانه واحده. كنا بنقسم اللقمه انا وهو مع بعض. شكلك حماده عامل ايه؟ اسمع خلاص انت جدع مين؟ ما تحبوش معايا. ما اعرفوش. محبوس انت مين يا عم؟ انت هتستعر من اصحابك ولا ايه؟ استنى. اعزائي المشاهدين، في حاجه غريبه حصلت. يعني انت حرامي؟ لا. الشهاده اللي ده احسن هجام في مصر. على العموم هو مش عيب ان انت تبقى حرامي وربنا يتوب عليك. انت بتستعر مني؟ لا هي مش مساله استعاره. استعاره من زمايلك؟ ايوه، بس تلاحظ ان هو الوقت قدام كاميرا وقدام ناس، يعني اهله والناس شايفينه. ده تاريخ. تاريخ. محمد ده تاريخ. لا مش عيب. مش عيب ان انت تبقى حرامي. استمر كده. ايه اسمه؟ اضحك كركر. اضحك كركر. اضحك. المفروض كل حاجه ترخص صح؟ طب اللحمه انت شايف انها ممكن ترخص اكتر من كده؟ احنا نتمنى والله ان هي ترخص، لان احنا كل ما ترخص كل ما نبيع ونتمنى ان توصل للمستهلك بالسعر الحقيقي. بالسعر الحقيقي اللي انت شايفه. طب تفتكر ان زياده الاسعار بتاثر عليكم انتم شخصيا كزارين او كبياعين لحمه؟ طبعا بتاثر عليك. بتاثر عليك. يعني اللي بيخش ياخد مثلا 3 كيلو بالظبط، هي طول ما رخيصه بنبيع اكتر، اللي عايز كيلو بياخد 2 3 كيلو، طول ما غاليه محدش بياخد اكتر. عشان كده بالنادي بنقول ان الحمد لله الاسعار نزلت، وبنقول بدل ما الناس ما كانت بتاخد كيلو لحمه ممكن تاخد 2، وده عشان الاسعار نزلت. تلفزيون؟ جزار؟ ايه الوضع؟ مثلا تبات هنا للصبح يعني. للصبح طبعا احنا بالنادي بنقول ان الناس لبعضيها ما فيهاش اي حاجه لما واحد بيته يقع او بيته يتخرب او يتطربق فوق دماغه، ان احنا نساعد بعضينا ونبات عند بعضينا. طيب انا مش منقوله من هنا، انا هنام هنا النهارده. مش معنى هنا عشان هنا في لحمه. انا عايز ابني الحكومه يا عم. انا الحكومه بس في واحده ما تتكلميش. قلت ايه؟ طلع الحكومه يا من حدد ايه؟ لحن يا ابويا. انا جاي يا من غلطان يا ابويا. انا غلطان والله غلطان. وحنا نام ازاي؟ نام في حته. خلاص يا حبيبي. انا معايا يا عم.
ابوك هنا اهو.